تخيل تفقد السيطرة على كلامك وتصرفاتك بعد الموت. باحثو كامبريدج يعتقدون أن هنالك عواقب لاستخدام النسخ الرقمية للموتى قد تؤثر على أحبائه وعلى المتوفى نفسه. أولاً، تمثيل شخصية المتوفى وآرائه في قضايا معينة بشكل غير دقيق قد يؤدي إلى تصميم صورة زائفة عنه وتشويه ذكراه في أعين الناس. ثانياً، الاستغلال التجاري لاسم المتوفى وصورته وشخصيته من ضمن المخاوف أيضاً. تخيل أن تنتج هوليوود طبعاً فيلماً لتوم هانكس والباتشينو مثلاً في 2100 دون استشارة الورثة أو تعويض ورثتهم مادياً. وبالنسبة لأحياء أو أحباء طبعاً، المتوفى قد يواجهون شعوراً باستنزاف نفسي عميق بعد فترة من التواجد الدائم لأحبائهم، وربما لا يتجاوزون الأسى أبداً. أخيراً، باحثو كامبريدج يطالبون ببروتوكولات تسمح لأقارب المتوفين بإقامة جنازة رقمية لأحبائهم في حال أرادوا طبعاً، بحيث تحذف جميع بياناتهم للأبد ليواجهوا الموتى من جديد.